الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو، هل الصوت مسموح يا شباب؟ الصوت مسموع؟ ألو، علي صوتك يا مسموع بنيتي، دكتور، مسموع، يعطيك العافية. طالع قدامك الشاشة؟ آه نعم طالع. وصلنا في الحصة قبل الأخيرة، الأخيرة طبعا حصة حرة، وأظن أني حطيت لكم رابط من الاستديو، اليوم برد أضبط لكم الرابط. راح نتكلم عن الفليب فلوبس في الحصة الحرة، بس أنا يعني بدي أذكركم في آخر شيء شرحناه اللي هو كان عن الدي لاتش، وقلنا إنه الدي لاتش عبارة عن نوع من الذاكرة، ما أضعه على الدي يظهر على الكيو بشرط انه الكلوك تكون الكنترول تبعها اكتف، يعني في الحاله هاي في الدائره اللي امامنا يكون لوجيك 1، فاذا كان السي عليه لوجيك 1 ما اضعه على الدي يظهر على الكيو فورا. طبعا ممكن في شويه ديلي، بس اللي بحطه على الدي بينتقل على الكيو خطوه بخطوه مثل ما هو مبين في التايمينج دايجرام الموجوده على اليمين. وهذه بنسميها احنا لاتش، بدنا نميز بينها وبين اللي راح نحكيه بعد شوي اللي هو شيء اسمه فليب فلوب. فانتبهوا بالنسبه للكيو تبعت الدي لاتش، لاحظ انها الكيو افترضناها كانت صفر سابقا، الدي صارت واحد لكن ما لهاش تاثير الا لما السي كنترولر يصير لوجيك 1. لاحظوا لما السي كنترولر صار لوجيك 1 الكيو راح تلحق الدي. لاحظين الكيو لحقت الدي بالضبط، لكن مجرد ما الكنترولر بروح على الزيرو اللاتش بتحافظ على المحتوى القديم، آخر محتوى خزنت وكان واحد. هذا إذا طلعنا عليها بنلاحظ إنه اللوجيك اللي موجود هنا كان لوجيك 1، الآن الكلوك راحت على الزيرو، في الفترة هاي نو تشينج، لأنه كما قلنا زيرو هون يؤدي إلى زيرو هون، وزيرو هون بيعطيني 1 هون و1 هون، وال 1 في حاله البيسك ميموري اليمنت اللي هي بنسميها احنا الناند لاتش بتحافظ على المحتوى القديم، فاذا كان عندي واحد هذا الواحد بيظل جاي محل واحد اللي هون منطيني هون زيرو، وهذا الزيرو بيظل مثبت لي على الواحد، فالواحد واحد بتعمل لي نو تشينج، وهذه الواحد واحد سببها انه حطيت على الكنترول زيرو. اذا في الفتره هاي اللي بكون فيها الكنترول زيرو بصير nothing على الكيو، فالكيو بتظل محافظة على القيمة القديمة، كانت آخر قيمة قديمة كانت واحد بتظل محافظة عليها. واضح يا شباب؟ لاحظ كيف ظلت محافظة على الكيو؟ أوكي؟ ألو؟ لا واضح دكتور، واضح. الآن رجعت الكنترول على لوجيك 1، لما ترجع الكنترول على لوجيك 1 الكيو بالحق الدي، الآن الدي قيمتها صفر. انا بطلع على الدي، الدي قيمتها صفر، معناها الكيو بده يلحق الدي، فراح الاحظ انها الدي الكيو راح تلحق الدي، ولاحظ حافظت على الزيرو لانه الكنترولر رجع على الزيرو هون، فلما رجع الكنترولر على الزيرو راح تحافظ على المحتوى القديم، فانا في عندي يعني جزئين من الدائره هون، الجزء هذا اللي عملت فيه ريست او كلير. والجزء هذا اللي عملت فيه نو تشينج، الجزء اللي فيه الكلوك على الزيرو. رجعت على الكلوك على الوان، الدي على الوان معناها راح تلحق هسه هاي، راح تلحق الدي وتلحق الكيو تلحق الدي. واضح يا شباب كيف تعمل اللاتش؟ واضح. طيب الان راح نتكلم عن شيء اسمه فليب فلوب. طبعا لو الدي يا اخوان هنا، لو الدي في الفترة هاي لو أجت الدي هذه وتغيرت مليون مرة، الكيوب تتغير زي ما هي، زي ما بتلحق الدي تتغير مليون مرة. أوكي؟ هلو. تمام. لو اعتبرنا هذا الكنترول عبارة عن الكلوك تبعت السيستم، فهاي تعتبر كلوك بيريود، فممكن في اللاتش خلال كلوك بيريود واحدة يصير في عندي مليون تغيير، يعني هذا ديبندز على الدي انبوت
والكنترولر يكون اكتف ولا مش اكتف. فاللاتش الكيوب تلحق الدي، طلعت بتطلع نزلت بتنزل، بعكس ما راح نشوف بعد شوي شيء اسمه الفليب فلوبس. فرجاء ان تحضروا الحصه اللي بدي اشرح فيها عن الايدج تريجر الفليب فلوبس. الان انا راح اروح على الوايت بورد ونلخص انواع الفليب فلوبس. فالفليب فلوبس نوع من الذاكره تختلف في العمل تبعها قليلا عن اللاتش. هسه بنشوف كيف بتختلف. خلينا في الاول نعمل ستوب شير ونعمل شير للوايت بورد. الان في الحصه الحره راح نتكلم عن شيء اسمه ايدج تريجرد فليب فلوبس. طيب what do you mean by edge triggered flip-flops؟ في الedge triggered الكنترولر تبعنا عبارة عن clock input وبنحط له مثلث صغير حتى يميزه عن اللاتش. هذه الدائرة بنسميها flip-flop D flip-flop. خلينا نشوف كيف الoperation تبعها. في flip-flops الكيو بيتبع الدي عند البلس ترانزيشن فقط، عندما تتغير البلس من هو من لو الى هاي او من هاي الى لو حسب النوع. هذه مثلا تسمى بوزيتيف ايدج تريجرد. واذا شفت فليب فلوب بهالشكل هذا الكلوك عليها دائره صغيره، هذا تسمى نيجاتيف ايدج تريجرد. ايدج تريجرد. دكتور بس هاي بعد انك الفليب فلوب ايش بتعمل؟ استنى علي يا ابني لسه ما شرحتش عنها شو بتعمل. هاي بتعمل بالضبط زي اللاش، بتخزن داتا، بتخزن انفورميشن، لكن طريقه عملها بتختلف شويه. كيف بتختلف؟ هسه بنقول لك كيف بتختلف. لنفترض this is the clock. The clock أو الكنترول، إحنا هون بنسميه كلوك بالفليب فلوبس. الكلوك بكون عادة منتظم، سكوير ويف منتظمة. كل فترة زي هاي بنسميها بيريود، بنسميها بيريود. الآن تغير الكلوك من لو إلى هاي، من زيرو إلى وان، عند الحفة هذه تسمى هذه الترانزيشن تبعت أو البوزيتيف ترانزيشن للكلوك أو الرايزنج إيدج، بسموها عادة الرايزنج إيدج. الرايزنج إيدج هذه بسموها الفولينج إيدج. الفولينج إيدج. الآن بعض الفليب فلوبس هذه تتأثر بهذا النوع اللي هو الرايزنج إيدج، هذه تتأثر بالفولينج إيدج. أوكي، فإذا شفت بابل صغيرة قدام الكلوك كنترولر اعرف إنها نيجاتيف إيدج تريجر، يعني تتأثر بالفولينج إيدج وليس بالرايزنج إيدج. ما معنى تتأثر بالفولينج إيدج أو بالرايزنج إيدج؟ يعني التغيرات تحدث في تلك اللحظة فقط. مثلا خلينا نشوف كيف الأوبريشن تبعها رح تصير. خلينا نمسح من هنا. لو كان في عندي دي، خلينا نحط بلون أزرق، هذا دي، ولنفترض دي لايك ذس. الآن الكيو فور فليب فلوب تشتغل كالآتي يا شباب. وين ما في عندي رايزنج إيدج، نحن بنتكلم عن الكيو هذه اللي هي تبعت يعني البوزيتيف إيدج تريجر. على فرض إنها الكيو كانت صفر، الآن
عند الرايزنج ايج بتطلع شو في على الدي، على الدي زيرو معناها بدي اخزن زيرو، وهذا التخزين الصفر بده يستمر لمدة كلوك كاملة، لمدة كلوك كاملة، يعني راح يظل صفر الى غاية ما تيجي الرايزنج ايج الثانية. عند الرايزنج ايج الثانية لما بتطلع بلاقي الدي واحد، فالكيو بتصير واحد وبتستمر على الواحد حتى الرايزنج ايج الاخرى. الآن عند الرايزنج الإج الأخرى، خليني بس أمسح هاي شوية من هون. في أندو هنا ولا فيش أندو؟ وين راحت الأندو؟ ما في أندو هون؟ طيب خلينا نحط أي شيء، رسمة ثانية ها. يعني لو كنا راسمين like this الآن عند الإج هذه بتطلع شو في عندي عدد دي، والله في عندي لوجيك 1 معناها برضو راح تخزن واحد، وهذا الواحد بده يستمر حتى النكست كلوك سايكل، حتى النكست ايدج. عند النكست ايدج دكتور الصوت بيقطع بس سكروا ميكروفوناتكم، سكروا فيديوهاتكم، يعني ما مش عارف، يعني انا الانترنت عندنا عندي فايبر، يعني مفروض انترنت قوي عندي انا. اذا عندك انت مشكله في وسطه النت مش ذنبي. اوكي ماشي دكتور، ما يمكن بيقطع عند الكل مش عندي بس. إذا في حدا طيب سكر ميكروفونك أنت يا بني، خلينا نشوف غيرك شو بقول. دكتور صوتك واضح. واضح واضح. صوت واضح. طيب أشكرك. يعني عبدو عندك السماعات يا بني، زيد زيد الصوت عندك. الآن لاحظ عند البلس هذه في عندي الدي كان صفر تتغير وبتظلها محافظة على التغير لغاية ما تيجي مرة ثانية البلس مرة ثانية. فالتغيرات تحدث فقط عند البلس ترانزيشن فقط. يعني دكتور كل 1 بيريد تتغير؟ في كل بيريد تتغير تغير واحد فقط. إذا بدي يحصل عليها تغير. يعني مثلا هنا حصل فيها تغير لأنه كانت الكيو بالأصل صفر والدي الآن قيمتها واحد، وبالتالي صار في تغير. لكن هنا مثلا عند البلس هذه هي كانت واحد، واجت لقيت الدي واحد فبدأت تخزن واحد، فما حصلش تغيير، بس في الواقع هو عمل التخزين لانه اجاها بلس وبتطلع على الدي، وقيمه الدي هي بتتخزن في الكيو. انت صحيح شفتها ظلت واحد، بس هذا معناها عملت هنا ست، وكمان عملت هنا ست، هنا عملت كلير، فهي بصير فيها تغير واحد، تغير واحد مع كل كلوك سايكل إذا بده يصير تغيير. يعني إذا كان الدي تغير عن قيمة الكيو القديمة بده يخزن الكيو إيش جديد، سوف يتخزن فقط عند الرايزنج إج. في الدي لاتش الأمر مختلف، هاي دي فليب فلوب. لو حطينا اللاتش، شوفوا كيف لو حطينا اللاتش راح يصير. لو كانت هاي الدي تبعت لاتش راح نلاقيها كالآتي. عند البلس وهي هاي راح تلحق الدي، فهنا عندي زيرو راح تكون زيرو، وهنا عندي واحد راح تلحقها. لاحظين يا شباب؟ إذن هنا راح تلحقها أوكي، وراح تصير واحد لأنه الدي عندي هون واحد. الآن لما رجع الزيرو راح أظلها محافظة على الزيرو. عند البلس هذه أو عند هنا لما صارت لوجيك 1 هي بتتطلع، هي اسمها بلس تريجرد، يعني على كامل البيريود اللي بتكون فيها هاي بتكون اكتف. ايش ما في على الدي بروح على الكيو، لو تغير الدي 100 مره الكيو بتتغير 100 مره. في الفليب فلوب لا، التغير وحيد، التغير يحدث فقط عند البلس ترانزيشن وليس عند البلس ليفل. اذا هاي بسموها عاده اللاتش ليفل تريجرد، ليفل تريجرد او بلس تريجرد، بينما هذه تسمى إج تريجرد. فالفرق جوهري إنه في الفليب فلوب إذا بيحصل تغيير هو تغير واحد فقط في الكلوك سايكل واحدة،
في اللاس ممكن يحصل عندي مليون تغير. واضح شو الفرق بيناتهم يا شباب؟ دكتور واضح، بس الإج على أي أساس بتتغير؟ هذا كلوك إنبوت يا بنية، بيكون عندك أوسيليتر سيركت في الدائرة وبتنطيك بلسز، يعني بتنطيك بسموها أوسيليتر سيركت أو بسموها ملتي فايبريتر، دائرة بتولد لي كلوك. ما أخذ في الإلكترونيات؟ دكتور لا لسه مش منزل. طيب بدي أسألك، عندك لابتوب أنت؟ موجودة. قديش سرعته؟ سرعة الكلوك تبعته قديش؟ لا هاي السعة، السرعة، السرعة شو السبيل تبع السبيل؟ ها؟ ما بعرف والله يا دكتور، ما بعرف. ما بتعرفش؟ يا بني انت بدك تصير مهندس، روح خش على البروبرتيز تبعت البي سي تبعك وشوف جهازك اللي عندك شو مواصفاته، راح تلاقي من ضمن الحاجات الكلوك تبعته. راح تلاقي من ضمن الحاجات الكلوك. اوكي؟ الكلوك مثلا الكلوك بجوز تكون عندك 3 جيجا هيرتز. شو معنى الكلوك؟ هذه الكلوك اللي هي الكلوك اللي بنحكي عنها هون، السيستم تبعنا ككمبيوتر كسي بي يو ككمبيوتر في دائره في الداخل بتولد كلوك. الكلوك عباره عن سكوير ويف مستمره باستمرار، سرعتها هي هاي اللي نحكي عنها سرعه الكمبيوتر تبعك. بنقول مثلا سرعته 3 جيجا هيرتز، معناها بيعمل لي 3 في 10 قوة 9 بيريودز. يعني لو عديت هذول البيريودز كم واحدة بتكون عندك في الثانية؟ راح تلاقي خلال 1 سكند، خلال 1 سكند راح تلاقي 3 في 10 قوة 9 من البلسز. وضحت؟ تمام وضحت. إذن الكلوك هي شغلة أساسية في الدوائر الرقمية خصوصاً السيكوينشال سيركتس. الكلوك هو الكنترولر تبع اللي بيعمل سينكرونايزيشن لكل النظام، كل إشي يحدث مع الكلوك، يعني مع البلس ترانزيشن عادةً، إما فولينج أو رايزينج. فإحنا في الأنظمة الرقمية بنحب يكون التغير معروف إنه مرة واحدة في الكلوك الواحدة، لذلك نستخدم الفليب فلوبس أو ما يسمى الماستر سليف فليب فلوبس اللي بيكون التغير فيها تغير واحد في الكلوك الواحدة، إنه أذروايز بتقدرش تتوقع إنك تصمم دائرة أو تعرف كيف راح تشتغل. يجب إنه تكون الدائرة التغيرات اللي فيها معروفة إنها مرة واحدة في الكلوك الواحدة علشان تقدر تصمم دوائر بسموها سينكرونوس سيكوينشال سيركت. واضح يا شباب؟ طيب الآن عندي من الفليب فلوبس 3 أنواع رئيسية معروفات بدنا نحكي عنهم. أول واحدة اللي هي الدي فليب فلوب، والدي تعمل كالآتي، حكينا عنها، هي تشبه عمل اللاتش. الكيو of t plus 1 يعني النكست ستيت اللي راح تتخزن لما بتيجي بلس يساوي الدي. هذه بنسميها احنا الكاركترستيك ايكويشن ل او النكست ستيت ايكويشن. خلينا نكتب النكست ستيت ايكويشن، نكست نكست والله أنا القلم مغلبني تبع أنا خايف أنا خربت والله تبعتي. next state equation يعني المعادلة اللي بتبين لك ماذا سيتخزن على الفليب فلوب بعد ما تيجي البلس ترانزيشن. ف هنا بنقول انه اللي راح يتخزن على كيو هو الموجود على الدي. لما بتيجي البلس بتخزن او لما تيجي الرايزنج ايدج بتخزن الموجود على الدي، فالها تروث تيبل
بتقول كالآتي: اللي بحطه على الدي هاي الكلوك، هاي كيو اوف تي بلس 1. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مع البلس إذا حطيت على الدي زيرو، النكس ستيت للكيو راح تكون زيرو، وإذا حطيت واحد النكس ستيت راح يصير واحد. إذا ما فيش بلس، ما في بلس يعني نو بلس، مهما تغير هذا ما فيش تغير، هو نو تشينج. يعني حتى يصير في تغير ويتخزن الموجود على الدي ويظهر على الكيو، لابد تجيني بلس على الكلوك، تجيني رايزنج ايج. واضح؟ واضح. طيب النوع الثاني من الفليب فلوبس اللي هو يسمى الجي كي فليب فلوب، هذا بيشبه الاس ار اللي حكينا عنه في الحصة الماضية. جي كي فليب فلوب كيف يعمل هذا؟ هذا يعمل كالآتي: كيو اوف تي بلس 1 عند الجي والكي والكلوك، تعمل كالآتي: إذا في عندي بلس وكان الجي والكي 0 0، Q of T plus 1 تساوي Q of T. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الـ no change، يعني الـ Q الجديد زي الـ Q القديم. قلنا دائما Q of T plus 1 تعني الـ next، وهذه تعني Q of T تعني الـ present، Q of T تعني الـ present state. Q of T هي عادة تسمى the present state، الشيء الموجود حاليا قبل ما تيجي البلس. يعني أنا ما تجيني البلس هنا بسمي الـ Q Q of T، قبل البلس بشوية بسميها Q of T، بعد البلس يعني ما سوف يخزن بها بنسميه Q of T plus 1. إذن هنا على الكيو هذه القيمة القديمة قبل الباس تسمى كيو اوف تي، والقيمة الجديدة تسمى كيو اوف تي بلس 1. وضحت؟ واضح. هلو. طيب الآن في عندي طبعا الجي والكي أربع احتمالات، وهذول الجي والكي حتى يصير لهم تأثير لابد من البلس، لابد انك تحط بلس، لازم تجيني رايزنج ايج او فولينج ايج حسب. بقول لك في حاله 0 1، انت بتجبر الكيو اوف تي بلس 1 ان تخزن صفر، فهذا يسمى الريسيت او الكلير، كلير او احيانا بنقول عنه ريسيت. وان زيرو بنجبرها انها تخزن واحد، هذا يسمى السيت السيت. 1-1 هذه بقت في حالة الـ SR latch invalid، لكن في حالة الـ G والـ K صممت الدائرة بحيث تعمل عمل معين، Q الجديدة تساوي عكس الـ Q السابقة، إذن بتساوي Q bar of T. ها بيسموها toggling state، يعني بتعكس المحتوى، وتستخدم أكثر شيء في بناء العدادات counters، راح نشوف ليش. هذه إلها معادلة تربط النكس ستيت بالإنبوتس بالبريزنت ستيت. هنا البريزنت ستيت مهمة، لأنه بنلاحظ أنه بتأثر على قيمة الكيو اوف تي بلس 1 في بعض الحالات، فهذه عبارة عن جي كيو بار اوف تي اور K
بار كيو اوف تي. هذه الكاركترستيك ايكويشن او النكست ستيت ايكويشن. جرب مثلا حط 0 0. لو حطيت 0 0 على الجي وعلى الكي، 0 هون دوت انيثينج بروح بصير صفر. مزبوط. هلو. مزبوط مزبوط. الكي بار شو بتكون؟ تكون واحد. اندد مع كيو اوف تي، اذا النتيجه شو راح تساوي؟ كيو اوف تي تساوي كيو اوف تي بلس 1. كيو اوف تي، كيو اوف تي بلس 1 تساوي كيو اوف تي. اوكي اوكي، يعني كيو اوف تي بلس 1 راح تساوي كيو اوف تي. اوكي نو تشينج. جرب حط مثلا، حط 0 1 0 على الجي وواحد على الكي. واحد برايم شو راح يعطيني؟ زيرو. زيرو هون في زيرو هون في زيرو. زيرو and anything شو راح يعطيني؟ زيرو. وهذا راح يعطيني كمان زيرو. إذا زيرو or زيرو شو بطلع النتيجة؟ زيرو. وهي مزبوط؟ مزبوط. إذا لو اتبعت التابل هاي راح تلاقي هاي المعادلة بتحقق التابل. أوكي؟ أوكي. هذا بنسميه احنا النكست ستيت ايكويشن للجي كي فليب فلوبس. النوع الثالث والاخير اللي راح نشرحه فيه يعني في هذا الكورس من الفليب فلوبس، وهذا عمل كل واحد منهم ومعادلتها بدك تحفظهم زي اسمك، لانه ما بتقدرش تحل اي مساله عليهم الا اذا كنت تعرف عملهم، اذا كنت بتقدر تشتق المعادله تبعهم او تعرف التروث تيبل تبعهم، فبدك تحفظهم هذول. يعني أنا ما بقول إنه الحفظ في الهندسة، لكن أحيانا في حاجات بدك تحفظها مثل جدول الضرب مثلا، بدك تحفظه إذا بدك تشتغل رياضيات وبدون ما تستخدم آلة حاسب بدك تعرف تضرب. طيب النوع الثالث والأخير من الفليب فلوبس، وين راحت المساحة؟ نوع يسمى التوغلينج فليب فلوب أو التي فليب فلوب، يسمى التي فليب فلوب. إلو إنبوت واحد اسمه تي، إلو طبعاً كلوك إنبوت، وفي عندي كيو وفي عندي كيو بار. وهذه تعمل كالآتي، كلوك التي Q of T plus 1. إذا في عندي بلس وكانت T 0 Q of T plus 1 هي Q of T، يعني no change. No change. أما إذا حطيت 1 فكيو اوف تي الجديده راح تكون كيو بار اوف تي. هذا بسموها التوغل ستيت، توغلينج. فهذا النوع من الفليب فلوب ما لهوش الا الحالتين هذول، اما نو تشينج واما توغل. اوكي اوكي. المعادله تبعته كيو اوف تي بلس 1، طبعا المعادله بامكانك تشتقها يا بنيه، عباره عن T exclusive or Q of T. واحنا بنعرف الexclusive or، اي شيء بتعمل له X or مع 0 بيظل زي ما هو، واي شيء بتعمل له X or مع 1 بعكس. وهذا هو الحال، على 0 بتبقى زي ما هي وعلى 1 بتعمل complement. واضح؟ واضح. اذا هذول الثلاث انواع بدكم تحفظوهم مثل اسمكم اللي هم D JK والT. هذه الانبوتس اللي هم الدي الجي التي الكي، هاي الانبوتس بنسميها احنا سينكرونس انبوتس. سينكرونس انبوتس ايش معنى هذا الكلام؟ انه هذه الانبوتس تاثيرها في الدائره مرتبط دائما بالكلوك. يعني التي لو غيرته هنا مليون مرة بدون ما تعطي بلس ما في تأثير على الكيو. واضح يا شباب؟
واضح. إذا أي شيء مرتبط عمله بالكلوك شو يسمى؟ يسمى سينكرونس انبوت. أوكي؟ أوكي. طيب أي شيء ممكن يشتغل بدون الكلوك وبستناش الكلوك يسمى اسينكرونس. بعض الفليب فلوبس أحيانا بكون فيها اسينكرونس كلير، يعني مثلا دي لو جينا على هذه الدائرة وشفنا كيف التروث تيبل تبعها راح نلاحظ ما يلي: الكلير الدي الكلوك و كيو اوف تي بلس 1 تلاحظ بقول لك كالآتي: إذا الكلير عليه زيرو والله الكلوك ما هي مهمة ولا الدي مهم، الكلير أقوى منهم كلهم وبيأثر فورا وبيصفر لك الكيو، هذا يسمى asynchronous clearing. asynchronous clear asynchronous clear وهذا الانبوت يسمى asynchronous input. هذا active low ولا active high؟ active low. active low يعني بيأثر على الزيرو، يعني حتى يشتغل لازم احط عليه صفر، مجرد ما حطيت صفر فورا الكيو بتلاقيها صفرت. يعني اذا شفت الكلير وشفت رسمي له، انا اسف جدا على القلم تبعي مغلبني، اذا شفت الكلير مثلا كان 1 وصار 0 وطلعت على الكيو وكانت الكيو مثلا لوجيك 1 راح تلاحظها فورا نزلت على الزيرو وظلت زيرو لغاية ما يرجع الكلير على لوجيك 1، بصير الانبوت الثاني له تأثير، بصير التأثير الباقي للانبوت الثاني. لكن في الفترة اللي فيها الكلير زيرو اجباري الكيو تصفر فورا، ما بتستنى بلس. اوكي اوكي. الان الدي انبوت يسمى سينكرونس انبوت، الدي هذا يسمى سينكرونس انبوت لانه عمله محكوم بوجود كلوك. synchronous input لأن عمل الدي مرتبط إنك تعطي بلس، طبعا لازم يكون الكلير عليه لوجيك 1، إذا عليه زيرو طبعا بلغي عمل البقية، يعني بيكون أقوى منهم كلهم، لكن حتى تشتغل الدائرة لابد الكلير تحط عليه لوجيك 1. فإذا حطيت 1 وأعطيت بلس هذا الزيرو ينتقل على الكيو، وإذا حط كنت حاطط واحد ينتقل على الكيو. فنميز ما بين لما يكون الانبوت سينكرونس ولما يكون الانبوت اسينكرونس. لما بتشوف بالتيبل انه الانبوت تبعك مرتبط بوجود بلس ترانزيشن بتعرف انه سينكرونس، لما بحط لك على كلوك اكس معناها هذا اسينكرونس. واضح يا شباب؟ اه واضح. إذا هاي خليها في بالكم. طبعا هنا الكلير اكتيف لو، لو ما فيش بابل بكون اكتيف هاي. طيب هذا بالنسبة للاسينكرونس انبوتس. نرجع الآن إلى سلايداتنا. راح أفشق الآن عن محاضرة الحرة. دكتور الرابط صح؟ والله لسه هسه بس اخلص الحصه ان شاء الله بسويها ان شاء الله. دكتور المحاضره الجايه يعني اخر محاضره بالفصل ولا كيف؟ ليش؟ ما انت ليش هاي المحاضره قبل النهائيه ولا بالتشابتر؟ كيف محاضره قبل النهائيه عم؟ مش فاهم عليك. بحكي اول ما بلش التسجيل انت حكيت حضرتك انه هاي المحاضره قبل النهائيه. أنا ما قلت هيك، أنا قلت في محاضرة حرة قبل هاي. لا سمعت غلط ولا إيش؟ مش عارف. ما أنت شكلك يا عمي سامع غلط.
لسه مطولين، لسه في شابتر كامل اسمه شابتر 6 يا بني، بدنا نحكي فيه عن العدادات والريجسترات لسه، وعندنا هنا في هذا الشابتر شابتر مهم جدا، في عندي اناليسيس وفي عندي ديزاين. طيب اذا في عندي اللاتشز ار كنترول ليفلد والفليف فلوبس ار ايدج تريجرد. طبعا ماستر سليب بتتلاقيه في المحاضره الحره شارحهم، والايدج تريجرد من المحاضره الحره. اوكي الان كيف نحول من نوع الى نوع؟ مثلا انا بعرف انه لو بدي احول انا الدي فليب فلوب واعمل منها جي كي فليب فلوب، بدي ارجع على المعادله تبعت الدي. الدي بدي اخلي انا بعرف الدي لكيو اوف تي بلس 1 بالنسبه للدي بتساوي الدي، وبالنسبه للجي كي فليب فلوب الكيو اوف تي بلس 1 تساوي جي كيو بار كي بار كيو، فبخلي الدي تساوي هاي المعادله، وبالتالي باجي بعمل تو انبوتس خارجيات وبحطهم بهذه الشكل جي كيو بار، بجيب من كيو بار مع الجي، فهاي عندي كيو بار عشان يطلع لي هون جي كيو بار، وهنا طلع لي كي بار كيو، وهنا يصير عندي المعادله تبعت الانبوت جي كيو بار اور كي بار كيو. في الحالة هاي اللي بحطه على الدي سوف يظهر على الكيو بعد ما تيجي بلس، فبالنسبة للكيو النكس ستيت إذا اللي هو موجود على الدي راح يكون جي كي بار أور كي بار كيو، وهاي معادلة الجي كي في فلوب. فإحنا هنا حولنا دي إلى جي كي فليب فلوب، واضح يا شباب؟ واضح. إذا الآن أنا ممكن أحول من أي فليب فلوب بالنوع إلى نوع عن طريق إضافة بعض الجيتس، أوكي؟ الآن لو بدي أعمل العكس، لو بدي أعمل الجي كي تكون هي بدل دي، يعني بدي أعمل دي إنبوت هون، رأس مالها أربطه كالآتي، أحط الجي وأحط هنا برايم. الآن هنا هذه الدائرة ما فيش غير الجي إما يكون عليه واحد أو صفر واحد أو واحد صفر، ما في غير هيك، يا بتعمل كلير يا بتعمل ست. فإحنا بنعرف إنه الدي إذا حطيته صفر الجي كي في هالحالة هاي راح تعمل كلير، ومعناته راح تخزن صفر، وإذا حطيت واحد راح تعمل ست وراح تخزن واحد. فكأنه الآن اللي بتطلع على هذه كاملة بفكر إنها عبارة عن دي فليب فلوب، فهنا حولنا الجي كي إلى دي، واضح؟ واضح. طبعا بإمكانك أنت تعمل براكتسينج لبقية الفليب فلوبس، مثلا التي فليب فلوب كيف أحول الجي كي إلى تي فليب فلوب. أنا بعرف الجي والكي إذا كانوا بوث لوجيك زيرو من الكاركتر بالإكويشن تبعته، زيرو زيرو بتعمل نو تشينج، وان وان بتعمل طقل. هاي من الخاصية تبعت من خاصية الجي كي فليب فلوب. فرأس مالها أربط التي على الجي والكي، فإذا حطيت زيرو على التي راح يجيني زيرو زيرو هون، وإذا حطيت واحد راح يجيني وان وان، فالدائرة تبعتي إما بتعمل نو تشينج أو بتعمل طقلينج. فهيك حولت أنا الجي كي حولتها الى تي، واضح؟ اه واضح. واذا بدك تعمل العكس بدك تعملها يعني معادلات، يعني بالنسبه للدي اوكي، هذا بالنسبه للجي كي الدي راح تساوي تي اكسكلوسيف اور كيو، لانه النكست ستيت للتي فليب فلوب عباره عن تي اكسكلوسيف اور كيو، فانت بتحط اكسكلوسيف اور وبتجيب من الكيو وبتدخلها على انبوت سميه تي. فالان صارت هذه الدائره، هذه الدائره للعالم الخارجي
اللي بتطلع عليها من برا بفكرها تي فليب فلوب، هي في الداخل عبارة عن دي، لكن مع وجود الاكس اور هنا خلينا الاوبريشن تبعها تصير تي فليب فلوب، فهيك حولنا الدي الى تي. بطلب منكم كاكسرسايز تحول التي لدي، يعني تعمل العكس مثل ما عملنا بالجي كي والدي. ما راح انا اشرح بقيه التحويلات، موجودين اظن بالكتاب، روح عليهم وشوفهم. آه حتى حط لك اياها بجوز. هذول طبعا الكاركترستيك ايكويشن او تروث تيبل تبعات الفليب فلوبس. الدي بتخزن الموجود على الكيو. طبعا يا اخوان كل هاي الاوبريشنز these are synchronous operation، ما بتشتغل الا مع وجود بلس. يعني هنا انا بقول كيو راح تخزن زيرو اذا الدي زيرو فقط اذا اعطيتها بلس. واضح يا شباب؟ واضح. فيعني لما تكون عندك الام والسينكروناس وما حطيتش الكلوك مفروضه، يعني هذه فرضيه بديهيه انه في كلوك لازم تيجي علشان ينتقل المحتوى الموجود على الدي الى الكيو. اوكي يا شباب؟ اوكي. نفس الشيء لبقيه الفليب فلوبس. لما بقول فقط جي كي هو ضمنيا انه في كلوك، ضمنيا انه انا قاعد كل مره بعطي بلس، فاذا اعطيت بلس وكان 00 بتعمل نو تشينج، 01 بتعمل كلير، 10 بتعمل ست، و11 بتعمل طقل. هذول هم الكاركترستيك ايكويشنز لكل فليب فلوبس. الان نيجي لموضوع مهم جدا في السيكوينشال سيركت، كيف نحلل دائره من نوع سيكوينشال سيركت. كما فعلنا في شابتر 4 بالنسبه للكومبينيشنال سيركت عملنا اناليسيس وديزاين، ايضا هنا نعمل اناليسيس وديزاين. طبعا هنا قاعد يعني بحاول يعمل اناليسيس لسنجل فليب فلوب، لكن احنا عاده الدائره بكون فيها فليب فلوب وشويه جيتس، ممكن يكون اكثر من فليب فلوب مثل ما راح نشوف في الاكزامبلز القادمه. بس لو كانت فليب فلوب واحده وبدك تقول كان عندك 0 0 0 1 بعمل نو تشينج، فالنكست ستيت راح يكون 0 1. اذا الجي والكي 0 1 راح تعمل كلير، فراح تلاقي تخزن اجباري صفر. 1 0 بتعمل ست فبتخزن واحد. 1 1 بتعمل طقل بتعكس الكيو، فاذا الكيو 0 راح يصير واحد، واذا كيو واحد راح يصير 0، فبتلاقي الاوتبوتس اللي هون عكس الانبوتس او عكس الكيوز. طبعا اذا عملت التروث تيبل الان لهذه عملت لها كي ماب وتحاول تطلع فانكشن لكيو اف تي بلس 1 بدلاله الجي والكي والكيو، لانها بتعتمد عليهم كلهم، بدلاله الباست فاليو او البريزنت ستيت وبدلاله الجي والكي، وحطيت الواحدات تبعات الفانكشن اللي هم ام 1 ام 4 M5 M6 M1 M4 M5 M6، ثم أجي جمعتهم، راح تلاحظ التجميعات راح تعطيك هذا بعدين مع القلم هذا قلبني. عندي محاضرة أبو أحمد، معلش بعد شوي بحكي معك، عندي محاضرة بنحكي معك بعدين. السلام عليكم. فهذا راح يعطيني جي كيو بار اللي هو تجميع الواحد اللي هون الواحد اللي هون، وهذول راح يعطوني الكي بار كيو. من هون اجت النكست ستيت ايكويشن. واضح؟ بامكانك تعمل نفس الشيء لبقيه الفليب فلوبس وتستنتج النكست ستيت ايكويشن لهم. كما قلنا ممكن تحتوي بعض في فلوب على asynchronous clear او asynchronous reset احيانا تسمى. هنا active low، لاحظ الشحطه اللي حطوها فوق كلمه reset عشان يوضح لك انه هذا active low. فكثيرة من الاحيان بتلاقي الانبوت يعني عليهم شغلات عشان تنبهك اذا active low او active high. فاذا شفت انبوت لدائره في رسمه حاطين لك عليه شحطه اعرف انه active low. اوكي يا شباب؟ اوكي. اذا هاي فقط هو اصطلاحات في الدوائر الرقميه كيف تفهم الدائره. اذا هنا الريست بتلاحظ انه اذا حطيت الزيرو لاحظ الدي والكلوك صاروا مش مهمين، حط عليهم دونت كير. معناها الدي لو حطيت عليه زيرو ولا 1 والكلوك اعطيت بالص ولا ما اعطيتش ما لهاش اي اهميه. زيرو يعني فورا كيو اوف تي بلس 1 راح تصفر،
ولا بتستنى بلس ولا بتستنى دي ولا ما يحزنون. لكن اذا بدك الدائره تشتغل على الدي بدك تحط الريست على ان اكتيف، بصير تحط على لوجيك 1 الان بصير يعتمد على الكلوك وعلى الدي. حطيت على الدي 0 واعطيت بلس بتنتقل الدي الى الكيو. واضح يا شباب؟ لا واضح. ممكن يكون في عندي بريست يعني بيعملها تخزين بواحد، اوكي؟ فلاحظ هنا البريست اكتيف لو، هنا اذا حطيت 01 معناها بعمل كلير، واذا حطيت يعني على كلير 0 على بريست 1 راح اعمل كلير، واذا حطيت على بريست 0 على كلير 1 انا اي اكتيفيتد البريست، فبخزن واحد اجباري بدون ما استنى بلس. اما اذا بدي الدائره تشتغل بالوضع الطبيعي بحط هذول بوث لوجيك 1 بعملهم ان اكتيف. الان اللي بحطه على الدي بيظهر على الزيرو، واللي بحطه على الواحد بحط واحد بيطلع بيظهر عندي على الكيو بعد ما تجيني بلس. الان ممكن واحد يقول يا استاذ طيب وين حاله الزيرو زيرو؟ في الواقع هذه بتعمل لي انفاليد ستيت. إذا بتتذكروا الفليب فلوبس كان في عندك مرحلتين، مرحلة اللاند جيتس في الاوتبوتس. البريست بيكون صمها مربوط على اللي من فوق. والكلير بيكون مربوط دايركتلي على اللي تحت. بنسميهم عادة أحيانا دايركت انبوتس، يعني هذول اسينكرونس انبوت أحيانا بنسميهم دايركت لأنهم افكت الاوتبوت دايركتلي. دايركت انبوتس. فتأثيرهم فوري، يعني طبعا في عندك فيدباك من هون لهون من هون لهون وفي عندك بقية الدائرة، فهذولا إلهم تأثير على الاوتبوت ستيج مباشرة. إذا حطيت البريست عليه زيرو بيجبر لك الكيو تكون واحد، وإذا حطيت على كلير زيرو بيجبر لك هاي تكون واحد. فإذا كانوا بوث زيروز راح يطلع عندك كيو وكيو بار زي بعضهم وبصير هاي حالة الانفاليد ستيج. واضح يا شباب؟ واضح. الآن كيف نحلل دائرة من نوع sequential؟ This is a sequential circuit. دائرة متعاقبة، يعني فيها نوع من التعاقب، فيها تغير بالستيت. الستيت يا إخوان هي حالة الفليب فلوبس. هنا مثلاً عندي two flip flops. كم حالة لهم؟ كم احتمال للA والB عندي؟ أربعة. أربع احتمالات، مظبوط. الA والB لهم أربع احتمالات. كل احتمال من هذول يسمى استيت. اذا هذول يسموا الستيتس، يسموا ستيتس. اذا عدد الستيتس في دائره من نوع سيكوينشال عباره عن نمبر اوف ستيتس، والله هذا غلبني القلم، يساوي 2 تو ذا ان، حيث ان number of flip flops. number of flip flops هذا الماكسيمم number of state. يعني ممكن انا اصمم دائره بحيث تشتغل على عدد states اقل شويه مثل ما راح نشوف، لكن الماكسيمم number of states يساوي 2 قوه n، حيث n عدد الفليب فلوبس. اذا كل واحد من هذول الاحتمالات يسمى state. لما بحلل الدائرة بهمني أعرف كيف تتنقل الدائرة بين الستيتس، كيف بتروح من الستيت 00 لوين بتروح لما تجيها بلس؟ إذا الانبوت كان مثلا 0، وإذا جاها إذا الانبوت كان 1 لوين بتروح؟ ففي التحليل أنا بدي أعرف كل ستيت، كل بريزنت ستيت شو النكست ستيت إلها؟ وهذا النكست ستيت ربما لما الاكس 0 بيكون شيء ولما الاكس 1 بيكون شيء اخر. فال 0 0 ممكن تروح على 0 1، ممكن ترجع على نفسها. يعني ال 0 0 هذه في لها عده احتمالات، ممكن ترجع لنفسها، ممكن تروح لستيت 0 1، ممكن تروح لستيت 0 1 0، ممكن تروح لستيت 1 1. الآن تحليل الدائرة أن أعرف ما هي النكست ستيت لكل واحد من الستيتس.
على 0 0، لوين راح تروح اذا الاكس 0؟ لوين راح تروح لما الاكس 1؟ وهل المجر. هذا اسمه تحليل الدوائر المتعاقبه. واضح يا شباب؟ واضح. طيب كيف نحلل الدوائر المتعاقبه؟ في عندي عده طرق. الطريقه الاولى اني اقعد اتبع فيها بالطريقه يعني الطويله، اني اجي اقول اوكي انا عندي مثلا ستيت 0 0 وكانت الاكس 0، اجي بقول اوكي هذا الزيرو راجع لهون، وهذا الزيرو هون معطيني هون 0، وهذا الزيرو هون معطيني هون 0. اذا الدي الموجود هون 0، فاذا اجاني بلس هذا الصفر سينتقل الى هنا، فالاي النكست ستيت الها راح يكون 0. اذا كانت 0 وكان الاكس 0، الاي النكست ستيت الها راح تكون 0. بالنسبه للبي عندي 0 هون، معناته في عندي 0 هون، برضه راح تكون النكست ستيت الها 0 اذا الاكس كانت قيمتها 0. طيب لو كانت الاكس قيمتها 1، النكست ستيت للاي والبي شو راح تكون؟ ممكن اجي احط هون 1 واتبع على حاله 0 0، هل راح ياثر شيء هذا الواحد؟ وهون راح يكون عندي 0، لكن هون في عندي 1، هذا راجع من هنا 0، معناها في عندي هون 0 وعندي هون 0، معناها النكست ستيت للاي راح تكون 0. طيب عندي هذا 1 جاي لهون، وفي عندي كيو بار، فاذا هذا 0 وهذا 1 فهذا جاي لهون، فعندي 1 و1 معناته هون معطيني 1، معناها هذا الواحد سينتقل الى هنا مع النكست كلوك سايكل، اذا البي راح تكون قيمتها 1. اذا بنلاحظ انه ستيت 0 0 لما الاكس كانت 0 انتقلت الى نفس الستيت تبعها الى 0 0. اذا خلينا نمسح هاي. اذا الاكس كانت 0 بلاحظ انه الستيت تبعتي الاي بي ظلت بنفس الستيت، لكن اذا كانت الاكس 1 راحت الى ستيت 0 1. بالمناسبه هذا جرافيكال يعني ريبريزنتيشن للسيكوينشال سيركت، يسمى ستيت دايجرام، يسمى ستيت دايجرام، وهو افضل من ناحيه فهم عمل الدائره. اذا انا في تحليل الدائره بدي اعرف كل ستيت الى اين تذهب. مسكت الزيرو وشفتها لوين راحت، بمسك الواحد بعديها، بمسك ستيت الواحد وبقول اوكي لو انا فرضا كنت في ستيت 0 1، كنت في ستيت 0 1، ما الذي سيحدث؟ الى اين ساذهب اذا الاكس كانت 0؟ مره ثانيه بحلل وبرجع. لاحظ انه هذا التحليل بيغلب وبياخذ وقت كثير. الافضل من ذلك اني اكتب النكست ستيت ايكويشن لكل اوتبوت، واعمل ما يسمى ستيت تيبل، واستنبط النكست ستيت مثل ما راح نشوف الان. اذا بكتب النكست ستيت ايكويشن لكل فليب فلوب، بقول الدي اي الاي اوف تي بلس 1 راح يكون ما هو موجود على الدي اي. الدي اي موجود عليها شو؟ موجود عليها المعادله التاليه. عندي هنا جاييني A، طبعا في التحليل كل output بنطي اسم، هون اعطيت A وهون اعطيت B، لانه جميع الفلوبس يا اخوان لها نفس الاسماء Q وQ بار، ما بصير اخليهم نفس الاسم، فلازم اني اعطي لكل output في الدائره تبعتي اسم متفرد يختلف عن الاخر. هنا اعطينا لهاي A واعطينا لهذه B. الآن باجي بقول الـ A of T plus 1 next state هو الموجود على الـ D، بس الموجود على الـ D عبارة عن function من الـ X و function من الـ present state، فهنا عندي A وهنا عندي X، فعندي هنا X A وعندي هنا X، وجاي عليها برضو من الـ B. إذن هنا عندي X B،
إذا الأوتبوت اللي عندي هنا إكس إي أو إكس بي، وممكن أطلع الإكس عامل مشترك وأقول إكس في إي أور بي. واضح؟ واضح. بعمل نفس الشيء بالنسبة للبي، بعملها معادلة البي أوف تي بلس 1، وبتطلع تساوي الأي بار في الإكس. الآن باجي على ستيت تيبل، طبعا في عندي هنا أوتبوت، ممكن يعني الأوتبوت في الدوائر السيكوينشال، مش فقط الأوتبوت تبع الفلوبس، ممكن يكون في عندي أوتبوت واي هنا. لاحظ هذا الأوتبوت واي بيعتمد مباشرة على الإكس، وبيعتمد أيضا على البريزنت ستيتس، على البي وعلى الأي. فهنا في عندي المعادلة تبعت الـ y of t عبارة عن الـ a of t or b of t اللي هي هون، معمولها ending مع الـ x bar. الآن بعد ما حطيت المعادلات باجي على truth table وبعبيها، بحط الـ a والبي كـ present state، وبحط الـ input x، وبحط جميع الاحتمالات إلهم، وباجي على المعادلة هاي. مثلا هاي المعادلة بتقول لي إكس في A أور B. باجي بقول أوكي، أنا عندي الإكس لما بتكون قيمتها صفر ما راح يطلع شيء، كله صفر، كله راح يطلع صفر، لأنه زيرو and anything شو بنطيني؟ بنطيني زيرو. فكل الاحتمالات تبعت الـ A لما الإكس زيرو بحطها زيرو النكس ستيت. واضح كيف عبيتها؟ آه واضح. للمعادلة من هون اطلعت على الاكس، معمولها اندنج مع الاي اور بي، فاذا كانت الاكس صفر كل التيرم راح يصير صفر. مزبوط؟ مزبوط. طيب اذا الاكس واحد بيعتمد على الاي والبي، اكس في اي اور بي. اذا الاكس كانت واحد، اي واحد من هذول واحد بيخلي الاوتبوت واحد، فباجي بطلع هنا، هنا الاي والبي اثنيناتهم زيرو معناتها الاي راح تكون صفر، لكن هنا عندي البي واحد معناها راح تكون واحد. هنا عندي البي او عندي هنا الاي واحد، البي واحد راح يكون واحد، هنا عندي الاي واحد راح يكون واحد. واضح كيف عبيت الاي؟ اه واضح. واضح. اذا اسهل مني اقعد اتبع على الدائره، مزبوط ولا لا؟ بالضبط. نفس الشيء بالنسبه للبي، اذا ضربتها في اكس، اذا الاكس زيرو شو بتعطيني؟ صفر. تعطيني صفر. اذا باجي بقول وين ما في اكس زيرو النكس ستيت للاي للبي راح تكون زيرو، هذا لانها الاكس صفر. اذا الاكس كانت واحد عكس الاي، النكس ستيت راح تكون عكس الاي بالنسبه للبي، فاذا الاي واحد صفر راح يصير واحد، لان هو صفر فالاي برايم راح يصير واحد، هنا صفر راح يصير واحد، هنا واحد راح تصير صفر، هنا واحد راح تصير صفر. واضح؟ اه واضح. اذا هكذا نملأ الستيت تيبل. الان الاوتبوت واي بنلاحظ ان الاوتبوت واي يعتمد على الاكس ويعتمد على بريزنت ستيتس. هذا الاوتبوت عاده يسمى ميلي اوتبوت. ميلي اوتبوت، لانه فانكشن من جميع الانبوتس والبريزنت ستيت. فاذا الانبوت تغير في اي لحظه من اللحظات ممكن الاوتبوت واي يتغير. انتبهوا علي، الاي والبي ما بيتغيروا الا اذا اجى بلس. مزبوط يا شباب؟ اه مزبوط. اذا الاي والبي التغير من البريزنت ستيت للنكست ستيت مربوط في كلوك. الواي في الواقع ممكن يتغير بأي لحظة إذا الإكس تغير، لأنه مربوط مباشرة مع الإكس. فإذا الإكس تغير ممكن الواي فورا يتغير بدون ما يستنى بلس، لذلك يسمى ميلي آتبوت. فأي آتبوت عندك ممكن يتغير بأي لحظة بناء على تغير الإنبوت بدون انتظار البلس، شو يسمى؟ يسمى ميلي آتبوت. أوكي؟ أوكي. الآن أحيانا ممكن تلاقي آتبوت بيعتمد فقط على الستيتس، يعني تلاقي اوتبوت بسميه مثلا دبليو، مثلا افرض الدبليو عباره عن الاي اور بي،
W is equal to A or B. في الحالة هاي هذا الاوتبوت اللي اسمه W لا يتغير إلا إذا تغير الـ A والـ B، والـ A والـ B لا يتغيروا إلا مع وجود إيش؟ مع وجود كلوك. إذا في الحالة هاي هذا الاوتبوت يسمى مور اوتبوت. مور وميلي أسماء طبعا الأشخاص اللي يعني أول ناس ذكروا هذه الظاهرة وحكوا عنها. فأي output يتغير مع الانبوت في أي لحظة يسمى ميلي، وأي output مرتبط فقط بالستيتس كفانكشن من الستيت فقط يسمى مور، لأنه تغيره بيكون مرتبط بالكلوك. في معظم الأحيان الاوتبوت W لما بنيجي ما بنحطه في state table like this، بنحطه في table فقط يعتمد فيها على الستيتس. يعني بعمل table خاصة وبحط فيها W فقط function of the state. واضح يا شباب؟ يا واضح. طيب إذن مثل اللي عم حكيناه راح يتعبى التيبل مثل ما حكيت، بكون تعبئة التيبل أسرع. الآن ممكن نحول هذه الستيت تيبل إلى ما يسمى ستيت دياجرام. باجي بقول أوكي أنا في أول ستيت اللي هي 0 0، باجي بقول 0 0 إذا الإكس 0 النكس ستيت إلها 0 0، بمثلها كالآتي 0 0 إذا الإكس 0 بترجع على نفسها، وإذا الإكس كانت 1 بتروح على 0 1، ثم باجي على 0 1 بشوف إذا الانبوت إكس 0 رجعت على 0 0، فباجي بحطها هيك بقول إذا الانبوت إكس 0 راح ترجع على 0 0، وإذا كان الانبوت إكس 1 راح تروح على 1 1، فبقول هذا على 1 بروح على 1 1. طبعا مفروض احط كمان الاوتبوت شو بكون، يعني هنا 0 0 كان الاوتبوت 0، فهنا بحط في حاله الميلي سيركت، هذا بسموها ميلي سيركت لان الاوتبوت ميلي، هذا الاكس انبوت بنحط على اليسار والواي بنحط على اليمين، اوكي، وبنحط بيناتهم شحطه. ماشي يا شباب؟ دكتور هاي كانت تشبه ست ثيوري كانه انسال الست ثيوري. احنا بنتكلم هون عن ستيت دياجرام، اوكي تخربطش حالك. الان بالنسبه للسهم هذا 0 0 بروح على 0 1، اذا الاكس كانت قيمتها 0 0 بروح على 0 1، اذا الاكس كانت 1 شو بيطلع لي اوتبوت؟ بيطلع لي اوتبوت 0، فبنحطها هيك 1 0، اوكي اوكي. 0 1 برجعني على 0 0 بطلع لي اوتبوت 1، لكن في حاله ال1 بروح على ال1 1 وبطلع لي اوتبوت 0. راح نشوف الرسمه هاي بعد شويه كامله اللي هي الستيت دياجرام. لا طريقه اخرى لكتابه الستيت تيبل. لاحظوا انا حط البريزنت ستيت وحط النكست ستيت لما الاكس 0 ولما الاكس بتساوي 1، اوكي. ف يعني طريقة أخرى لكتابة الستيت تيبل. هنا كما قلنا الانبوت اكس والاوتبوت واي، لاحظ عند 0 0 ظل يعني يروح على نفسه، الاكس 0 والاوتبوت واي 0. في حالة ال1 راحت على 0 1 وطلعت لي 0، هذا رجعني على 0 0 إذا الانبوت 0 طلع لي 1، أما إذا الانبوت 1 بروح على ال1 1 وطلع لي 0. طبعا هذا يعني هو ترجمه للستيت تيبل، يعني احنا قاعدين بنترجم هاي، يعني لما قلنا 0 1 بروح على 1 1 اخذناها من هون، 0 1 لما الانبوت اكس 1 بروح على 1 1، لما الاكس انبوت بكون 0 بروح على 0 0، عشان هيك شفناه بروح على 0 0 وشفناه بروح على 1 1. واضح؟ اه واضح. طبعا بتكملها ال1 1 مثلا بروح على 0 0 او بروح على 1 0 حسب الانبوت اكس على 0 بروح على 0 0،
فعشان هيك راح تلاحظ انه على الصفر بروح على 0 0 وبطلع لك اوتبوت 1 اي الواي 1، وعلى الانبوت اكس 1 بروح على 1 0، فراح تلاحظ انه راح على 1 0 في حاله الاكس انبوت 1، وراح تلاحظ انه الاوتبوت واي 0. ال1 0 بروح على 0 0 او بروح على نفسه، فبنلاحظ على 0 بروح على 0 0 وعلى 1 بيرجع على نفسه. واضح؟ لا واضح. هاي شو اسمها؟ هاي اسمها ستيت دايجرام، وهي صوره اخرى للستيت تيبل. يعني هذول الثنتين شيئين نفس الشيء، يعني هذا وهذا يمثلون لتحليل الدائره، كيف تتصرف الدائره. ممكن امثلها كستيت تيبل وممكن امثلها كستيت دايجرام، بس الستيت دايجرام بتكون كصوره افضل. اوكي اوكي انتهت المحاضره الساعه 6:05. انتهت المحاضره، انا اسف. الحصه القادمه بنكمل ان شاء الله. دكتور سؤال، تفضل تفضل. اللي ما امتحن ميد مثل ميك اب راح يكون الميك اب راح يكون ان شاء الله الاربعاء القادم، الاربعاء او الخميس، يا الاربعاء يا الخميس الاسبوع هذا اذا في عندك عذر. اذا في عندك عذر فقط. ما عندي دكتور، تخيل الخميس بس والله. ما عندك عذر؟ عندي عذر دكتور، كنت مستشفى يعني جلك ورقه بعث لك اياها. اذا عندك عذر بتجيبه يا بني دكتور، والله بتجيبه يوم الامتحان، يعني بتجيبه يوم الامتحان معه. اذا اقتنعنا فيه بندخلك، واذا ما اقتنعنا فيه بنقول لك معلش مش مسموح. يلا سلام عليكم. وعليكم السلام.